بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، لفت انتباهي هذا المشهد للتضحية عند القرود. عالم القرود عالم غريب، وحتى الآن لم يكتشف العلم الحديث إلا جزءا صغيرا من أسراره. الحقيقة أيها الأحبة، هذا المشهد يعني أثار فضولي، وقلت سبحان الله، الأم تضحي بنفسها من أجل ابنها الذي التقطه أحد التماسيح. فتبدأ هذه الأم تكلم بقية أفراد قبيلتها، تناديهم، والقرود لها لغة تشبه لغة الإنسان، ولكن أيضا العلماء لم يستطيعوا فك رموزها إلا قليلا جدا. هذه الأم عندما التقم أو عندما أمسك التمساح بطفلها، أمسك بها أولا وأفلتت، ثم أمسك بابنها فبدأت تتبعه لتخوفه، وهي بكل جرأة وكل قوة تلاحقه، وبنفس الوقت تتكلم لتحضر أفراد القبيلة من القرود. وسبحان الله يأتون بسرعة، والكل يبدأ يأخذ دوره. أحد القرود قام بتشتيت انتباه هذا التمساح، يعني انظروا إلى هذه الحيلة التي تصنعها القرود، يقومون بتشتيت انتباه هذا التمساح وغيره من التماسيح، وإجباره على أن يذهب بعيدا عن الماء إلى اليابسة، ليتمكنوا من إخافته وإرباكه، وبالنتيجة الحقيقة تمكنوا من إنقاذ هذا الطفل الصغير، القرد الصغير، ولكن للأسف كان الوقت قد فات وقد مات هذا الطفل، وحزن عليه القرود. ولكن الشاهد أيها الأحبة، هذا الحب وهذا هذا الإيثار وهذه التضحية، الأم وأفراد قبيلتها من الممكن أن تفترسهم التماسيح. هناك عدد كبير من التماسيح في هذا النهر أو هذه البحيرة، فكيف يعني تعاون كل أفراد القبيلة لإنقاذ هذا الطفل والتضحية من أجله؟ الحقيقة نحن يجب أن نتعلم من هذه القرود التي نظنها لا تعقل، ونظنها لا تعلم، ونظنها شريرة، قمة الرحمة وقمة الرأفة وقمة الإيثار نجدها لدى القرود، حبذا لو نتعلم منها. ويحضرني أيها الأحبة وأنا أرى مثل هذه المشاهد قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: الذي اعتبر كل من لا يتمنى الخير لأخيه اعتبره ليس مؤمنا، أو على الأقل ليس مكتمل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه القرود للأسف تطبق حديث النبي أكثر منا. والله تبارك وتعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا النداء موجه لنا، ولكن للأسف نحن قصرنا في تطبيقه. القرود وبقية كل الكائنات تطبق هذه الآية الكريمة وتطبق حديث النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، يعني أنا هنا أيضا لدي آية كريمة تعبر عن هذه الكائنات التي لديها لغة، لديها دفاع عن النفس، لديها حب للخير، لديها تعاون، لديها خطط، كل صفات البشر موجودة فيها في هذه الدواب. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والحمد لله رب العالمين.